هي صور الانتهاء من أشغال حفر النفق بطول 660 مترا المتصل بمشروع السكة الحديدية الرابطة بين ولايات غليزان وتيارت وتسمسيلة. هو إنجاز ضخم حققته مؤسسة أوتير أشبي حداد المشرفة على مشروع السكة الحديدية بطول 185 كيلومتر بالشراكة مع مؤسسة إيطالية وبإمكانيات ضخمة وعزيمة قوية. تحدت أوتير أشبي حداد كل الصعوبات لتسليم المشروع في أجله المحدد. هذا الخط هذا سوف يفك العزلة ويخفف من المسافة الموجودة على مستوى ولاية غليزان ومرا بولاية تيارت وصولا بولاية تسمسيلت. يعتبر مشروع اقتصادي كبير ونتمنى التوفيق والنجاح. إنجاز كان في الموعد المحدد ونتمنى الاستمرارية. كما ترون اليوم اليوم c'est des travaux qui ont pris beaucoup d'efforts pour notre effectif et pour nos équipes. C'est une réussite qui a été contribuée par tout notre effectif, notre équipe. هو النفق الثاني المنجز في مشروع بهذا الحجم لربط ثلاث ولايات بالسكة الحديدية من أصل 4 أنفاق و56 جسرا، ناهيك عن تهيئة أرضية السكة الحديدية. وبوتيرة متسارعة تسير الأشغال، فالمؤسسة تدرك أهمية المشروع الاقتصادي وفي فك العزلة على السكان. أنا رانا في البروميير سيكسيون البداية تاع البروجي تاعنا اكزاكتومون، رانا في بي 4 400، اوني اون ترين دو رياليزي ان بوروت منا. سيت اون زون صعيبة شوية à cause de présence des eaux. D'ailleurs, qui comme vous voyez, on est en train de pomper les eaux H24 pour nous permettre de réaliser les travaux génie civil. هي تجربة فريدة تخوضها مؤسسة أوتير أشبي حداد مع شركائها في إنجاز هذا المشروع. فشق السكك الحديدية من أضخم المشاريع، خاصة إذا كان بطول يقارب 200 كيلومتر. فالإنجاز يتحقق والأشغال تسير دون توقف لتثبت أوتير أشبي حداد مرة أخرى جدارتها في الإنجاز.